انا اليوم نطلب من اي تونسي، اي تونسي بالرسمي عنده خويا ذرة ايمان ويفرق ما بين الظالم والمظلوم وما يحبش الظلم، انا اليوم مستحق. اي انسان، اي تونسي مستحقكم، انا بالرسمي اليوم مستحقكم، مستحقكم انه صوتي يوصل. حب ناخو حق دارنا، خاطر ما عنديش شكون ورايا، ما عنديش حومة ورايا، ما عنديش عرش ورايا، وما نكذبش وما نفلمش، وما عمري ما خرجت انا نحكي بلغة راني انا نعملكم ونقدكم ما نحكيهمش، انا حكيت هذوما ما عمري ما حكيت، ما عندي حتى واحد ورايا. انا عندي امي واختي وحدهم في الدار، شنية معناها انا عباد مش تبقى تعسلي على دارنا ولا شنية؟ ما فهمتش. يدي يحشم على روحك يا معلم. نطلب انا اليوم من التوانسة يوصلوا لي صوتي يا خويا، ما نعرفش بارتاجي، ونحب انا صوتي يوصل، نحب صوتي يوصل للسلطات المعنية. انا راني اليوم نحكي على انسان يعمل في فيديوهات يا خويا، نقولوا انا نذل، نقولوا انا كلب، نقولوا انا بيا وعلي، نقولوا انا بيا وعلي. ما توصلش يا ولدي تمشي الطيش مولوتوف في دارنا وامي واختي موجودين في الدار. حب صوتي يوصل بالرسمي للسلطات المعنية. انا اليوم كتونسي انا عندي امي واختي مهد الدين، انا مانيش في تونس، انا نتصرف يا ولدي، انا راني بالرسمي نتصرف. انا دخلت في 200,000 مشكلة ومشكلة 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 وفضيت مشاكلي لهنا، فضيت مشاكلي لهنا وما سمع بيا حد وما شاف حد، ونجم نهبط اللي نحب عليه وما نحبش نبارتاجي. انا فما حاجات ما نحبش نبارتاجيها، اما موش امي واخت، موش امي واخت، موش انت تحب تشدني من اليد اللي توجعني تمشي طيش مولوتوف في باب دارنا. وامي واختي، امي تفجعت واختي ما تفجعت، لهذه لحظة امي واختي عايشين في رعب. شكون بيهم؟ شكون بيهم؟ انا مانيش في الدار، انا مانيش في الدار، ما عنديش عبيد وراي، انا نعاود نقولها، ما عنديش عرش، ما عنديش عائلة وراي، عندي امي واختي وحد. ضميرك ما ينبكش انت اليوم كي ترقد، ضميرك ما ينبكش، عادي تحط راسك على المخدة وانت بعد زوز كراهب وزوز موتورات، الزوز نسى عادي، معناها عادي على الاخر ماكش متقلق منها الحكاية، تحس في روحك راجل كي ترقد في الليل، تحس في روحك راجل. انا اخويا نقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيك.